السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار إن شاء الله غنقدم واحد الحلقة خاصة ب هل يمكن خلق بابيون من سلالتين مختلفتين؟ ماشي بالضروري أنه يكون بابيون، واش ممكن أننا نشدو سلالة مع سلالة وتعطينا واحد السلالة اللي حنايا يعني حابين أنني نخرجها؟ لان هذا السؤال هذا طرحوا عليا واحد السيد في لي كومونتير، وبغيت ندير عليه فيديو. قال لي هل واش ممكن انني نشد، نظرا لان البابيون معروف البابيون صادق في التربيه، قال لي الا بغيت نشد جوج سلالات ونخلط بيناتهم واش ممكن انني نخرج بابيون؟ الاجابه ديالي راني جاوبته، وهو ان السلالات اللي كاينين، نهضروا مثلا نقولوا البابيون، كاين شانشيلا بحال هاد النتوة هادي، أو هاد الذكر هذا راه عبارة عن شانشيلا. كاين نيوزيلندي أبيض، كيكون بيض. كاين الكاليفورني تا هو مزيان في التربية. كاين بابيون فرنسي. المهم كاينين واحد السلالات اللي حنايا عارفينهم، يعني المربين لا المبتدئين لا الحريفية، يعني المحترفين عارفين هاد الفصائل هادو. أرانا كاين بعض الخطرات كيخرجوا شي وحدين مثلا النص ديالو بالبيض والنص ديالو كحل. كاين واحد النوع كيخرج مثلا كروازي حنا هضرنا عليه في واحد الحلقه، كيكون ما بين البلدي والرومي، هذاك بوحدو حنا ما نخلطوش الامور. نهضروا دابا على السلالات ديال الرومي، واش ممكن اننا باش نلقاو مثلا البابيون نزوجوا ما بين جوج ديال السلالات ويخرج لنا واحد بابيون؟ الإجابة ديالي كانت باللي البابيون هو أصلي، يعني الأصل ديالو هو بابيون. حنايا نعطي فكرة بـ 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 يعني بـ بالألوان. الألوان كاين الألوان السبع اللي معروفين، هما الأحمر الأصفر. المهم كاين واحد الألوان اللي معروفين، يعني هذوك هما الأصل ديال الألوان. عاد خرج نقولوا مثلا الموف، مثلا خرج واحد اللون هو موف ولكن يعني وردي، يعني بارد، وردي فاتح، وردي غامق. هادو كيكونوا كيخلطوا ما بين جوج الوان باش كيعطيو هذاك اللون. كذلك في الارانب، ولكن الاصل شنو كيبقى؟ الاحمر، الاخضر، الازرق، هادو هما الاصل ديال الالوان. عاد خرجوا منهم هذوك الالوان اللي يعني جديده، ولكن الاصل ديال الالوان راه هما معروفين، راه كاين سبعه الالوان معروفين، هادوك هما اللي خرجوا منهم الوان اخرين. حنا دابا كنشوفوا الالوان على الاشكال والانواع. كذلك هاد السلالات ديال الارانب ما يمكنش نخرجوا، هي كاينه قاديه، يعني ممكن ان واحد الانثى مثلا بابيون، ولا انثى شانشيلا، ولا ملي كتجيو نشوفوا يعني تزوجت مثلا مع واحد نفس السلاله ديالها، نقولوا مثلا بابيون تزوجت مع بابيون ذكر وانثى مع ذكر وفي نفس السلاله، منين جينا نقلبوا لقينا ماشي ما خرجتش لنا كلشي بابيون، خرجوا بابيون، خرجوا نيوزيلندي، خرجوا كاليفورني، مخلطه. كنبقى نقولوا علاش يا ترى، يعني اسمو هذا التشكيله اللي عطاتها لنا، يعني في الصغر ديالها. الجواب اسمو هو ان هذا الكاليفورني هذا ممكن ان باه مثلا مزوج مع شانشيلا، هذيك شانشيلا اسمو خرجت، شنو خرجت؟ خرجت بابيون، خرجت شانشيلا واحد اخرين. ملي تزوج عاوتاني مع بابيون اخرى مو كانت شانشيلا، يعني ممكن انه يخرج شانشيلا، والعكس صحيح، ممكن انه يحدث العكس. اما باش شي واحد يقول لي غادي نشد واحد، هو هاد السيد هذا كيعتبر باللي هاد الشيء عباره عن تهجين، يعني غادي نشد واحد بحال البابيون، راه مزيج ما بين ما بين ما بين ما بين سلاله وسلاله. غادي نشد مثلا شانشيلا السوداء نزوجها مع نيوزيلندي ابيض، ويخرج لنا مثلا هذا فيه الابيض وفيه مبربش بالاسود. هي خاطئه السلالات، انا حكيت لكم كالالوان، يعني هذا غير مثال عطيته، راه كاينين الوان سبعه هي الاصل ديال الالوان، وعاد خرجوا منهم الالوان المختلطه، يعني خلطوا لون مع لون باش عطاهم الالوان اللي كنشوفوها حنايا، اللي ماشي عباره عن احمر واخضر واصفر، لا
راني قلت لكم مثلا الوردي راه ماشي من الالوان الطبيعيه يعني الاصليه. كذلك الارانب، الارانب ممكن ان واحد النتوه تخرج لك بزاف ديال الارانب مخلطين، سلالات مخلطين، هذاك الشيء نظرا يعني الجذره ديالها، يعني نقولوا الشجره ديال التناسل ديالها، ديال الاب ديالها وديال الام ديالها، كيخرجوا ارانب مختلطه. ما باش يخرج لنا سلاله مع سلاله ونخرجوا يعني واحد السلاله اخرى، هذيك راه يعني نظريه خاطئه. ويعني انا جاوبت هذا السيد هذا وبغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا باش تفهموا اسمه هما السلالات، يعني راه السلالات ماشي هي عباره عن سلالات مهجنه. هذا التهجين كاين في الكروازي، الكروازي وهو الا شدينا الرومي وزوجناه مع البلدي، او البلدي زوجناه مع الرومي، يعني الذكر مع الانثى او الانثى مع الذكر، هذا كيخرج لنا واحد السلالات اللي هما غريبين، يعني ماشي هما رومي وماشي هما بلدي، يعني في الحجم ماشي هو البلدي ماشي هو الرومي. هذيك حاجه اخرى، هذاك هو التهجين. التهجين يعني شديتي ماشي الرومي فيه بزاف ديال السلالات وزوجتيهم، لا شديتي البلدي مع الرومي، هذاك هو اللي سميتو التهجين. هذاك هذاك سميتو التهجين. اما باش نشدو السلالات ديال الرومي ونخلطوا بيناتهم، هذاك الشيء راه ماشي هو التهجين، هذاك الشيء غادي غير يخرجوا، يعني ممكن انه يخرجوا دوكور شانشيلا دوكور بابيون، يعني ممكن ان انثى وحده تزوجها مع ذكر ماشي من السلاله ديالها، ولكن الجد ديالها عاوتاني حتى هو فايت مولود من عند سلاله اخرى، ممكن انها تعطينا خليط، هذيك الانثى اللي غادي نزوجوها ممكن انها تعطينا خليط من 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 من, من الارانب، ممكن تعطي اربعه ديال 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 السلالات من كرش وحده من بطن وحده. اذا هذا هو الفرق ديال هذا الفكره اللي طرحها هذا السيد، هي فكره في الحقيقه عنده الصح، يعني هذه تربيه الارانب خاص المربي يفهم يكون شامل، يعرف كل شيء، يعرف المكونات ديال 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 ديال, ديال, ديال التهجين، يعرف المكونات ديال الاكل ديال العلف، سموه هو العلف، سموه هو مزيان هذا الشيء، حتى الادويه لما لا انكم تسولوا، يعني الدواء مناش مكون مزيان، اي حاجه سولوا عليها. وهاد الفكره هذه كنشكر على هذا السيد هذا على هذا، لان اعطاني فكره انني نقدمها كفيديو، راني جاوبته، ولكن ثم بغيت نعطيكم عاوتاني فكره شامله على هذا الموضوع، كنظن انني وصلتها. الحلقه ديالنا راه سالات، قناه غاديه بالدعم ديالكم، الحمد لله كسبت واحد يعني مجموعه من الاصدقاء. انا كان راه الاشاره ديالكم يعني على جميع، باش نجاوب على جميع الاسئله ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، شاركوا في القناه الناس اللي مازال ما شاركوش، تكيو على زر جيم باش تساندوني باش نزيد قدام وباش القناه تزيد قدام، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.